الجولة 22 لغاية الجولة 28 تلقوا فيها ثلاث هزايم وعملوا ثلاث تعادلات، وادي حوار ما بين الأحمدين أحمد عيد وأحمد رؤوف، المفروض اتنين لعيبة خبرة سواء عيد أو رؤوف. كل الانفعال ده بياخد من التركيز وبياخد من اللياقة البدنية وبيعمل شد وجذب يوتر الأجواء، في حين إن لاعبي النادي المصري زي ما بقول لحضراتكم يهمهم ولكن كارت هنا وكارت هناك علشان ترتفع الكروت إلى 7 كروت، كارت لأحمد عيد وكارت لأحمد رؤوف. عموما مش عقب الصورة بألف كلمة زي ما تملي حضراتكم متعودين معانا. محمد سعيد 3 كروت على لاعبي النادي